تفضل. هذا التكريم في الحقيقة هو تشريف لي لأنه تفضل عاد تفضل نعمل مونتاج عاد تفضل. هذا التكريم أنا كنعتبره تشريف كبير لي لأنه كيرجعني بالذكرى ديالي إلى السنوات اللي كنا كنمارسوا فيها الإعلام، واللي بدينا في الحقيقة بوسائل قليلة وضعيفة. وفي الواقع أننا كنهني هذا الشباب اليوم اللي كيمكن لهم يتكلموا بواحد الحرية اللي فيها نوع من المسؤولية. وفي الحقيقة أنا عشت فترات مع رجال عظام في تاريخ الإعلام المغربي، فكنا كنعملوا برامج مع ناس من مستوى الدكتور المهدي بن عبود اللي كان عندي معاه في البداية أفكار ونظريات، وهو برنامج استمر على مدة سنتين، كان برنامج ديال الفكر الإسلامي. وعملنا برامج كذلك، برامج اللي كان اعتز بها في الأيام ديالي، برنامج تحت المجهر اللي تناولنا فيه عدد ديال القضايا في ذلك الوقت. مثلا على سبيل المثال تكلمنا على اللغة العربية، لأنه يؤسفني اليوم كنشوف واحد المجموعة ديال الشباب اللي ما كيقدرش يكمل جملة بدون ما يدخل فيها اللغة الفرنسية، وكأننا ما عندنا حتى شي لغة، مع أن اللغة ديالنا يمكننا نعتز بها ولغة القرآن الكريم. واللي بغيت نقول بأن التكريم في الحقيقة أعاد إلي شبابي، وكنتمنى الجيل الصاعد مزيد من التألق ومزيد من التقدم. والحمد لله هذه الوسائل المتاحة الموجودة يستعملوها بواحد النوع ديال المسؤولية، ويحافظوا لهذا البلد الحبيب على الاستقرار ديالو، وهو نعمة اللي كتفقدها واحد العدد كبيرة ديال الدول. نعم، اللحظة التي حظيت بالاعتراف والتكريم هي كذلك في مدينة تطوان، وهذا يعتبر التكريم اللي حضرته أنا شخصيا، التكريم الثاني. يعني بالنسبة لك عاصرت مجموعة من الإعلاميين اللي يعتبرون رواد الإعلام في المغرب، منهم خيل مشبال، أمين السوسي، يعني والكثير الكثير خاصة في الإذاعة، ومحمد الطنجاوي والمهدي زريوح والناس اللي كانوا في تطوان. حقيقة تطوان هي موطني الثاني، أنا من مواليد طنجة، ولكن يعني الطفولة ديالي عملتها في طنجة، إنما فترة الشباب والمراهقة كانت في مدينة تطوان. وتما كنا كنتصلوا برجال، بالوطنيين الأحرار، كنا كنتصلوا برجال من أمثال عائلة بدونا، من أمثال عبد الخالق الطريس، من زعماء كبار. وحتى لما خدينا شهادات البكالوريا في مدينة تطوان انتقلنا مع الأستاذ محمد عزيمان على ما أذكر وأتذكر، والأستاذ عبد الخالق الطريس، وذهبنا إلى الرباط، استقبلنا جلالة الملك محمد الخامس رحمه الله، وكنا بصدد التوجه إلى القاهرة لإتمام دراستنا. وكان ذلك سنة 56، ولكن العدوان الثلاثي على مصر منعنا من ذلك، فتحول الاتجاه، وبعضنا لما وقفت وقف العدوان عادوا إلى القاهرة وأتموا دراستهم، منهم محمد عبد السلام البقالي اللي كان مستشار في الديوان الملكي، والسيد العمارتي كذلك اللي كان حاجب ملكي. وحنا مشينا لغرناطة، غرناطة باش نكملوا الدراسة ديالنا يعني الجامعية هناك. ومن غرناطة في فصلة الصيف ردت إلى طنجة، واشتغلت مؤقتا في إذاعة أفريقيا. من إذاعة أفريقيا اللي دابا تكلمت على أول عمل صحفي عملته، كان هو نقل وقائع الجلسة الافتتاحية اللي تبعها 120 صحفي للمؤتمر المؤسس لاتحاد المغرب العربي، وكان ذلك يوم 27 أبريل 1958 بقصر مرشان. وأنا كنطلب بأن هذه الذكرى دائما تحيا ويقام لها كل عام يعني ذكرى خاصة، لأنها هي التي وضعت أسس المغرب. ونحن إن شاء الله بعد خطاب جلالة الملك في المسيرة الخضراء، واللي دعا إلى إحياء هذه الوحدة،
سنحاول مع المجتمع المدني ومع وسائل الإعلام أن نعمل من أجل تحقيق هذه الوحدة المنشودة. من الصعب السد الإعلامي الكبير أحمد قروق النفس في ذاكرتك الإعلامية وهي غنية وزاخرة يعني بالعطاء، يعني بالنسبة لذلك يذكرك المستمع والمشاهدون ببرنامج روك المفتي الشهير، يعني ماذا يمكن أن تقول لمشاهدينا فيما خص البرنامج وبصفة خاصة البرامج الدينية ونحن مقبلون على شهر رمضان؟ حقيقة هو برنامج روك المفتي برنامج فريد من نوعه، لأن أولا هذاك البرنامج كما ذكرت في إحدى المناسبات ما هوش البرنامج ديالي، هذاك البرنامج كان من اقتراح جلالة الملك الحسن الثاني، كان بغى العلماء يجيو للتلفزيون ويبينوا للناس جوانب من العبادات وجوانب من المعاملات كما هي في مذهبنا المالكي، وما يبقاش كل من هب ودب يفتي كما شاء. فكان البرنامج في البداية ديالو كيعطي صورة على الثقافة الدينية ديال الناس، لأنه هما اللي كانوا كيطرحوا الأسئلة، هذاك برنامج ديال الجمهور، احنا ما عندنا فيه إلا كنبلغوا. وكان السادة العلماء اللي مكلفين به رحمهم الله علماء كثيرون، منهم الغازي الحسيني والحاج عبد الكريم الداودي والسيد الحسن بن الصديق وغيرهم، كانوا في المستوى الكبير كيجاوبوا على جميع الأسئلة، لأنهم يعتبرون أن الدين عنده جواب لكل سؤال. نعم، بالنسبة للبرامج الدينية، نعم، يعني ملاحظتك يعني على برامج دينية الآن التي تقدم في الإعلام؟ الحمد لله اليوم أنا فرحان بما يقدم اليوم، لأن اليوم ما بقاش غير برنامج روك المفتي، اليوم إذاعة بكاملها، إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم هي منبر للإعلام الديني الإسلامي اللي كتبين فضائل هذا الدين العظيم الذي هو الإسلام. نعم، بالإضافة إلى ذلك يعني شغلت مهام إدارية داخل الإذاعة بصفة خاصة، يعني مدير الإذاعة تطوان أعتقد، المهام الإدارية اللي اشتغلتها؟ يعني الأعمال الإدارية أنا كنت في أولا العمل ديالي التحقت كمحرر مذيع وقمت بعدد ديال الريبورتاجات لقسم الأخبار، وبقيت في قسم الأخبار اشتغلت في الأول مع سي محمد بن ددوش الله يطول عمره اللي هو كان اعتبره أستاذ ديالنا، وكنا كنحاولوا نقلدوا حتى في الاعمال ديالو والريبورتاجات ديالو. ثم اشتغلت بعد ذلك كنا كننقلوا اول جلسات البرلمان المغربي في 63، وعلى ما اذكر هذه الجلسات اللي كنا كننقلوها انا تعرضت لها في واحد الحديث مع جريده اسبانيه منين عملت واحد التدريب في مدريد، سألوني ماذا يقدم التلفاز المغربية، قلت لهم في ذلك الوقت في 65 قلت لهم يقدم مباشرة الجلسات البرلمانية، فعملوا عنوان لأن الديمقراطية ما كانتش موجودة في ذلك العهد في إسبانيا، يعني ما كانوش يتجرؤوا أنهم يقدموا الجلسات البرلمانية. ثم التحقت بالتلفاز وتدرجت إلى أن أصبحت فيها في 73 رئيساً لقسم الأخبار، ومن بعد الأخبار انتقلت إلى مصلحة البرامج الثقافية، وبرنامج روك المفتي هذاك برنامج كنت كنقدمه كعمل إضافي بتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية اللي هي صاحبة البرنامج. نعم، وكسؤال أخير يعني توثيق هذه الذاكرة يعني كتابة، يعني ماذا تعيد القراء يعني متابعين هذه المسيرة الإعلامية الزاخرة؟ هو في الحقيقة كان كيخصني نكتب هذه المدة، لأن دابا 20 سنة وأنا في التقاعد، ومع التقدم الإنسان الذاكرة كتمشي، فغادي نحاول إن شاء الله ننبش في الذاكرة من جديد ونكتبوا المزيد من العطاء والعمر الجميل والإبداع يعني والحياة يعني السعيدة. الله يبارك فيك وشكرا.